السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ سنة أولى، عاملين ايه؟ النهاردة هنكمل chapter 5، الجزء الثاني منه، اللي هو بيتكلم عن ال decision making. هنعرف ايه النهاردة؟ explain the link between perception and decision making. List and explain the common decision biases or errors. Contrast the three ethical decision criteria and define creativity and discuss the three stage model of creativity. طيب، احنا السلايد دي شرحناها اخر حاجة في بارت 1 المرة اللي فاتت، بس علشان نرجع نسترجع تاني، اكيد احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن perception، وفي طبعا لينك ما بين perception و decision making، وقلنا ان decision making occurs as a reaction، كرد فعل اللي انت بتدرك ان في مشكلة ومحتاج ان انت تاخد فيها قرار. يبقى الـ perception بيأثر على الـ awareness بتاعك، درجة وعيك إن أساسا في مشكلة موجودة وإنت محتاج تاخد فيها قرار، طريقة تفسيرك وتقييمك للمعلومات اللي إنت بتحاول تجمعها، وطبعا طريقة التحليل والـ conclusion اللي إنت بتطلع بيه في الآخر علشان القرار اللي إنت هتاخده. كل ده طبعا بيأثر عليه درجة إدراكك، والإدراك إحنا شرحناه المرة اللي فاتت بالكامل. دلوقتي بقى هنكمل على الـ decision making. في ثلاثة models، three models of decision making. أول model اسمه rational decision making model. Rational decision making model is seldom actually used، يعني نادرا جدا ما بيستخدم، ما عادش بيستخدمه. ليه؟ لأنه صعب جدا ان انت تطبقه. ليه صعب ان انا اطبقه؟ تعالوا الاول نشوف هما الست عناصر اللي انت بتستخدمهم في تطبيقه. اول حاجة define the problem، هتحدد المشكلة، هتحدد بعد كده ال decision criteria، هت allocate weights to the criteria، develop the alternatives، evaluate the alternatives، select the best alternative. طيب define the problem، هتحدد ان في مشكلة معينة وانت محتاج تاخد فيها قرار. بعد كده هتحدد ايه هي المعايير اللي انت هتاخد عليها القرار. طيب حددت المعايير دي، هتدي لكل معيار ويت على حسب مميزاته وعيوبه، وتقدر ان انت تعتمد عليه بقدر قد ايه. بعد كده هتحط بدائل وهتقيم البدائل بتاعتك وتختار افضل بديل. دي المفروض الطريقه اللي انت هتاخد بيها ايه، هتصنع بيها القرار اللي اسمه rational decision making model. طيب الموديل ده بيقولي ان هو seldom actually used، it's more a goal of a goal than a practical method. هو مش practical، مش طريقه عمليه نقدر نستخدمها. ليه؟ لان في assumptions، في بعض الافتراضات اللي اتبنى عليها الموديل ده، وهو ان انت لازم يبقى عندك complete knowledge of the situation. محتاج منك ان انت يبقى عندك كل المعلومات عن الموقف. طب هل في حد يقدر يجمع كل المعلومات وتكون معلومات دقيقة وصحيحة عن مشكلة؟ طبعا صعب جدا وهياخد وقت طويل جدا. طيب ايه الاسامبشن تاني؟ all relevant options are known in an unbiased manner. كل الاوبشنز مفيش فيها اي تحيز ولا اي حاجه. تالت حاجه the decision maker seeks the highest utility، وان الديسيجن ميكر بيدور على اعلى حاجه. ده اللي هو عارفين اللي هو الايه، الموديل اللي هو الكامل اللي المفروض نصنع بيه القرار، لكن هو مش practical، مش عملي، لان ده هياخد وقت كبير جدا ومجهود كبير جدا، عشان على الاقل بيطلب منك complete knowledge، معرفة تامة عن كل الموقف اللي انت هتاخد فيه قرار، وده طبعا ما بيحصلش، وصعب جدا ان هو يتحقق، وبياخد وقت ومجهود وفلوس كمان عشان تقدر تجمع المعلومات دي. عشان كده اول موديل في decision making ده هو مش عملي، ولكن بيشرح لك المفروض ازاي يتاخد القرار، او الطريقة المثالية، او المفروض بتكتب على الورق كده انت تاخد ازاي، او ازاي تعمل decision making، تبقى تصنع قرار. طيب الطريقة التانية اسمها bounded rationality. The limited information processing capability of human beings makes it possible to assimilate and understand all the information necessary to optimize. People seek solutions that are satisfactory and sufficient rather than optimal. بالظبط كده، هو دي بقى الطريقة اللي احنا نقدر نقول عليها ان البراكتيكال واللي نقدر نعتمد عليها. ليه؟
bounded rationality يعني limited information processing capability of human beings. انت مش هتقدر تجمع كل المعلومات عن الموقف ولا تقدر تبقى عندك كامل المعرفة ومعلومات دقيقة وصحيحة. فبيقول المعلومات اللي بيقدر يوصلها ليها الهيومن بينج، المعلومات المحدودة دي هي اللي يقدر يستخدمها علشان يفهم الموقف وياخد فيه قرار. يبقى ان هنا الناس بتحاول توصل لسوليوشنز ساتسفاكتوري ترضيهم وسفيشنت، مش اوبتيمال، مش افضل حاجة، مش احسن حاجة. bounded rationality is constructing simplified models that extract the essential features from problems without capturing all their complexity. يبقى الباوندد راشناليتي بالظبط كده بيحاول يبسط الامور بالمعلومات الموجوده عن المشكله، تمام، ويبعد عن اي تعقيدات او اي حاجه ممكن ما يعرفش يوصل لمعلومات عنها. يبقى الباوندد راشناليتي هي دي الطريقه البراكتيكال اللي اقدر اعتمد عليها، لان هي بتقولي والله المعلومات اللي موجوده قدامي انا هستخدمها علشان اقدر اوصل لقرار. المعلومات الموجودة قدامي أنا هحاول إن أنا أستخدمها عشان أقدر أوصل لقرار. القرار ده بيكون satisfactory و sufficient، يرضي الأطراف إلى حد كبير وكافي لحل المشكلة في الوقت الحالي. مش لازم يكون أحسن حاجة والأوبتيمال وأكون جمعت وقضيت وقت طويل فيه وجمعت كل المعلومات عنه. تمام. الديسيجن ميكنج ان باوندد راشناليتي بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى سمبلر ذان الراشنال ديسيجن ميكنج. قلنا ان في عندي باوندد راشناليتي وفي الراشنال ديسيجن ميكنج اللي اتكلمنا عنه. الراشنال ديسيجن ميكنج الطريقه الاولانيه الخطوات بتفترض الموديل ده بيفترض ان انا لازم يكون عندي معلومات كاملة ومفيش أي شكل من أشكال التحيز ولازم أوصل لأعلى منفعة للكل. فده طبعا صعب جدا زي ما اتفقنا وقلنا إن هو مش براكتيكال، مش طريقة عملية، لأنها تاخد وقت ومجهود وفلوس وكل حاجة مش هتقدر في الآخر تحققها. فجت طريقة الباوندد راشناليتي بطريقة أبسط سامبلر، تمام. والديسيجن ميكنج اندر باوندد راشناليتي از كومبوزد اوف 3 ستيبس. ازاي؟ ايه هما الثلاث طرق؟ ليميتد ريسيرش اوف كرايتيريا اند الترناتيفز، فاميليار كرايتيريا اند ايزلي فاوند الترناتيفز. بتعمل بحث بسيط جدا عن الكرايتيريا اللي هتستخدمها والبدائل، ما بتقعدش بقى تدور في كل حاجه، ما بتقعدش تطلع كل الكرايتيريا وكل البدائل وتبحث في كل المعلومات، لا. ليميتد سيرش. تاني حاجة limited review of alternatives focus alternatives similar to those already in effect. بتبدأ تبص على البدائل اللي موجودة قدامك، ما بتقعدش تراجع كل حاجة. limited review of alternatives بتركز بس على alternatives اللي هي الشبيهة اللي الناس دايما بتستخدمها في حل الأمور اللي موجودة دلوقتي. satisfying selecting the first alternative that is good enough. اول alternative بيكون مناسب وهيحل المشكلة good enough، تمام، مش لازم يكون optimal ومش لازم يكون احسن حاجة ولكن هو كافي لحل المشكلة اللي انا بواجهها، يبقى هو ده اللي انا البديل اللي انا هستخدمه. يبقى دي طريقة bounded rationality بمنتهى البساطة. لما بيقابلني مشكلة وعايز اخد فيها قرار ببدأ ان انا اتبع طريقة bounded rationality بالسيرش اللي قدامي، ببحث في البدائل وابحث في المعايير اللي انا هستخدمها اللي انا اقدر استخدمها واشوف البديل اللي هيكون كافي ان هو يكون جيد ويحل لي المشكله، هو ده اللي انا هو ده اللي انا هختاره بناء على مراجعه برضو محدوده للبدائل واللي في نفس الموقف ده بيعمل او انا ممكن اتصرف ازاي. فده طبعا بيكون اقل في الوقت والتكلفه والمجهود ان انت تقدر توصل تحل بيه القرار. فده بنقول الباوندد راشناليتي براكتيكال، طريقه براكتيكال اكتر وسمبلر من الراشنال ديسيجن ميكنج. طيب الانتويتيف ديسيجن ميكنج، طبعا انتويتيف كلنا عارفين ان هو بالتفكير وبالحدس وبرايك الشخصي. نون كونشس بروسيس كرييتد اوت اوف ديستيلد اكسبيرينس، يعني انت مش لازم يكون increases with experience can be a powerful complement to rational analysis and decision making. يعني زي ما تقول كده انا بتشوف انت حاسس وممكن تتوجه له حاجة كده في non-conscious
بلا وعي، يعني مش بتفكر كتير وبتدرس الموضوع وبتوصل لحل بناء على معطيات او ارقام. لا، هو دي مع بالخبرة، انت من اول ما بتواجهك مشكلة خبرتك بتقولك، بتبقى عارف ان هو ده الحل اللي انت لازم تلجأ له، لان على مدار الخبرات والسنين مثلا في مجال العمل ده انت بدأت تفهم ان هي دي الطريقة اللي اقدر استخدمها او هتنفع ان انا استخدمها في حل المشكله. يبقى بيزيد مع الاكسبيرينس، لما انت بيبقى عندك خبره ما بتحتاجش بقى تستخدم ارقام ومعادلات وتفكير ومعلومات، بتاخد قرار بالخبره اللي عندك. وكمان بيقول كان بي ا باورفل كومبلمنت، مكمل قوي جدا مع الراشنال اناليسيس. يعني برضو لو انت بتعمل حاجتين مع بعض يبقى افضل كتير جدا ان انت تكون بتعتمد على خبرتك وحدسك بالبلس او بالاضافه للمعلومات اللي انت بتجمعها عن ايه، عن القرار او عن المشكله دي عشان تقدر تاخد فيها قرار. يبقى الاتنين مع بعض بيكملوا بعض، ان انت تجمع معلوماتك برضو وتعمل البحث بتاعك، وان انت تستخدم خبرتك والحدس بتاعك واحساسك ايه تجاه المشكله دي وازاي ممكن تحلها او تاخد فيها قرار. طيب، ممتاز جدا. يبقى احنا كده اتكلمنا عن يعني ايه decision making، وايه ايه العلاقة ما بينه وما بين perception، وايه ال 3 models اللي احنا ممكن نستخدمهم: ال rational decision making، وال bounded rationality، وال intuitive decision making. وقلنا افضل طريقة ال bounded rationality لان انت بتعتمد على الموجود، ولو انت عندك خبرة كمان فبتستخدم مع ال intuitive decision making ده بيطلع لك قرار كويس جدا. لكن ال rational decision making هي بطريقة مش practical على قد ما هي طريقة بتوضح لك ازاي بالظبط ال decision making بيتاخد بطريقة صحيحة، ولكن ده على افتراض ان انت لازم يكون عندك المعلومات كاملة ودقيقة وصحيحة عن كل معيار هتستخدمه وعن كل بديل هتستخدمه. تمام، دلوقتي بقى هنتكلم على ال common biases and errors in making a decisions. يعني في بعض التحيز والأخطاء برضو بتحصل وإحنا بناخد قرارات وإحنا بنصنع قرار. أول bias اسمه overconfidence bias. As managers and employees become more knowledgeable about an issue, the less likely they are to display a overconfidence. خلي بالك من الثقة الزايدة وإنت بتاخد القرار. كل ما بزادت المعلومات عندك وخبرتك ومعلوماتك بتبقى إيه؟ بتبدأ ان انت بيبقى اقل في الـ over confidence. امال مين اللي بيعمل over confidence؟ اللي عندوش معلومات، اللي ما عندوش معلومات، يعني تلاقيه بياخد قرار كده بثقة زيادة، ما تعرفش هو جايب الثقة دي منين وهو اصلا ما عندوش معلومة عن الموضوع. فساعات الناس بتبقى عندها ثقة زيادة فبتاخد بيها القرارات، وده شيء خاطئ او خطأ في اتخاذ القرار او bias، يعني في تحيز. تاني حاجة anchoring bias, a tendency to fixate on initial information and fail to adequately adjust for subsequent information. تالت حاجة confirmation bias, seeking out information that reaffirms our past choices and discounting information that contradicts past judgments. confirmation bias، عايز أأكد على المعلومات اللي بتأكد ال past choices بتاعتي، اختياراتي السابقة، وأي حاجة هتتعارض مع ال judgment ده، الحكم بتاعي المسبق ده، بحاول إن أنا إيه أكنسلها خالص أو ما شوفهاش. فبرضو ده خطأ بيحصل وأنا باخد القرار. تمام، إيه كمان؟ randomness errors, believing that we can predict the outcome of random events. يعني اللي هو لما مثلا تيجي تقول ده انا حاجة random، اللي هو بالحظ، يعني انت عايز تاخد حاجة بطريقة عشوائية او بتاخد قرار بطريقة عشوائية. والله لا، ده انا النهاردة لما كنت نازل التيشيرت الاحمر ده التيشيرت بتاع السعد والهنا، فانا دايما لما بلبسه باخد قرارات صحيحة، فاخد القرار مثلا على هذا الاساس. فان انت بتبقى عندك بتصدق ان انت تقدر ان انت تتوقع من احداث عشوائية من غير ما تكون مجمع ديتا او مجمع معلوماتك زي ما اتفقنا، ده اسمه randomness error. availability bias،
basing judgments on information that is readily available، يعني الانفورميشن اللي عندك بس هي اللي بتاخد عليها قرار، ما بتبصش طب في حاجة قديمة، طب في حاجة جديدة ظهرت، ما بتبصش. فده برضو ممكن يعمل ايرور او خطأ في وانت بتصنع القرار بتاعك، يبقى قرار خاطئ لان انت اعتمدت بس على الانفورميشن الافيلبل دلوقتي. طب ما انت ممكن برضو يكون في انفورميشن انت محتاجها علشان تعتمد على او تقدر تاخد قرار صحيح، لا انت اعتمدت بس على حكم بس كان على المعلومات اللي موجودة حاليا، وده برضو هيكون حكم بالمعلومات المتاحة فقط، فممكن يظهر منه أخطاء لأن ممكن تكون كنت محتاج معلومة أكتر إن أنت توصل للقرار السليم. Escalation of commitment staying with a decision even when there is clear evidence that is a it's wrong. ان انت تفضل مصمم على القرار بتاعك حتى لو في دلائل ان بتقولك القرار ده غلط. ليه؟ انت مصمم ان هو ايه، عندك التزام تجاه القرار ده. انا ده كل مرة بعمل كده. طب ما هو كل، مش معنى ان كل مرة بتعمل كده وان مثلا الموضوع بيعدي ان هو ده القرار الصح. لا خلاص، طالما انا كل مرة كنت بعمل كده وكان بتعدي يبقى هو ده القرار الصح. فتخلي بالك ان انت تبقى من عندك التزام تجاه ان انت كل مرة تاخد نفس القرار حتى وانت عارف ان القرار ده مؤذي او القرار ده غلط، ولكن برضو بتمشي فيه وبتنفذه. Risk aversion preferring a sure thing over a risky outcome. الناس اللي بتخاف ان هي تاخد الريسك في اي حاجه، فبتاخد ايه، بترضى او بتعمل دايما بتحل المشاكل وبتاخد قرارات القرارات السلميه اللي هي ما فيهاش اي شكل من اشكال المخاطر. فدول طبعا بتفضيلك ان انت تاخد الحاجه الشور، الحاجه اللي انت متاكد منها، عن الحاجه اللي ممكن شويه يكون فيها ريسك. بيقولك ايه، هاي ريسك هاي ريتيرن، يعني كل ما كانت الريسك كبيره كل ما برضو كان الريتيرن عالي. فانت كده بتضيع نفسك فرصه بان انت ايه، فضلت ان انت اخدت الحاجه اللي انت عارفها وحافظها ومطمن منها، وقلت لا انا ماليش دعوه بالحاجات اللي انا معرفهاش، مع ان اللي انت متعرفوش ده ممكن يطلع لك فايده او عائد او ربح اكبر لو انت اخدت القرار ده. فده برضو خطأ تاني اسمه الريسك افيرجن. اخر خطأ عندي او اخر ايرور او بايس عندي اسمه hindsight bias، believing falsely that we could have predicted the outcome of an event after that outcome is already known. بالظبط، ان انت بتبقى فاكر بالغلط ان والله ان ده انا توقعت ان ده اللي هيحصل وهو اساسا حصل. يعني ايه؟ يعني انت بتقول ان انا ده انا كنت شايف ده ان هو ده اللي هيحصل وان هو ده المظبوط. قال يعني انت كنت عارف اصلا ان ده اللي هيحصل وده وانت ما كنتش عارف ولا حاجة. يبقى انت بس بيبقى عندك احساس داخلي كده من جواك انه انا توقعت حدوث الشيء ده بعد ما بيحصل، بتقول كده ده انا توقعت حدوثه، لكن انت اصلا ولا توقعت حدوثه ولا حاجة. فده برضو شكل من اشكال ان انت ممكن تاخد بيه تصنع قرار بشكل خاطئ. يبقى دي الـ common biases and errors in making decisions. طيب نيجي بقى للـ organizational constraints on decision making. organizational constraints on decision making يعني ايه؟ في بعض الحاجات اللي لازم تخلي بالك منها لان هي بتكون بتعمل قيود عليك في اتخاذك للقرارات داخل المنظمة. زي ايه؟ performance evaluation، تقييم الاداء. ممكن والله تقييم الاداء برضو، ازاي تقييم الاداء بيتأثر، الديسيجن ميكنج يتأثر بتقييمات الاداء على حسب. والله لو المدير ده مثلا ليه طريقة معينة في التقييم او بيفضل ناس معينة عن ناس معينة، فبالتالي قراره هيكون رايح للي بيفضلهم، فكده صنع القرار هيكون متأثر في عملية الايه، بعملية الايفالويشن. الريورد سيستم، والله لو برضو المنظمة بتاعتك مثلا بتدعم الناس اللي هي اكتر ريسك افيرجن، اللي هي ما بتاخدش الريسك، تمام، فهتلاقي ان الناس المنظمة بتكافئ الناس دي، والناس اللي بتحاول تفكر في أفكار جديدة ومبتكرة وخارج الصندوق ما بتتكافئش على الأفكار دي، مع إن المفروض إن أنت وإنت بتصنع قرار تكون عايز تسمع الأفكار الجديدة والمبتكرة، علشان العالم حواليك بيتغير وإنت لازم تعمل حاجة جديدة وتغير من نفسك.
ولكن الريورد سيستم مبني على الكالتشر او الثقافة بتاعت المنظمة، فصنع القرار في الاخر بيكون ان انت لا انت عايز تاخد ريورد، ما تفكرش بره الصندوق، فكر مثلا بالطريقة زي ما المنظمة بتفكر او زي ثقافة المنظمة بتقول ان هي ما بتحبش بتفكر بشكل تقليدي. طيب formal regulations نفس الحكاية، لو في regulations instructed عليك ان انت تدير مثلا محطوط لك ان انت قواعد او policies معينة بتدير بيها الشركة، فانت مطلوب منك ان انت تمشي على الايه على نفس الخطوات دي. تيجي بقى تحاول تاخد قرار يقول لك لا ارجع للوائح او للregulations اللي احنا حطيناها وهي اللي تمشي عليها، طب انا ممكن اخد قرار مختلف، لا لازم ترجع للقواعد دي، فتلاقي ان في قيود على طريقة اتخاذك القرار، ولأن انت محدود بالريجيليشنز او الاجراءات او القوانين اللي محطوطه لك جوه الشركة. وبرضو عندنا حاجة اسمها self imposed time constraints والhistorical precedence. طيب تعالوا بقى نشوف يعني ايه ethical frameworks for decision making. ethical frameworks for decision making قال لي في لازم وانت بتاخد قرار لازم تتبع الشكل الأخلاقي لاتخاذ القرار. أول حاجة ال utilitarian، يعني ايه utilitarian؟ provide the greatest good for the greatest number، يعني المفروض ان القرار اللي انا هاخده ده في الشركة يكون بيحقق اعلى منفعة لأكبر عدد من الناس، اعلى منفعة لأكبر عدد من الناس. طيب ال rights make decisions consistent with fundamental liberties and privileges، يعني وانت بتاخد قرار ما تجيش على حقوق الناس وحرياتهم والامتيازات بتاعتهم، يبقى وانت بتاخد قرار القرار بتاعك ده في الشركة او في المنظمة ما يجيش على الحقوق بتاعت الاخرين. justice impose and enforce rules fairly and impartially so that there is equal distribution of benefits and costs، العدالة، يعني ما يجيش القرار ده يكون او انت لما بتيجي تاخد قرار او تصنع قرار يكون القرار ده بيبقى مش عادل ومش بيوزع البنفيتس والكوستس على الجميع، يعني في ناس بتتضرر منه ضرر كبير وفي ناس بتنتفع منه او بتحقق منه اعلى منفعة، يبقى انت كده ما حققتش عدالة. فلازم ناخد بالنا وانت بتعمل القرارات او انت بتصنع القرارات لازم القرارات تكون بتحقق اعلى منفعة، بتاخد بالك من الحقوق ما بتتخطاش او ما بتتعداش على حقوق الغير، وبتحقق الايه العدالة في البنفيتس والكوستس بتتوزع ايكولي ما بين الافراد كلهم المعنيين او اللي هيقع عليهم القرار اللي انت هتصنعه او هتتخذه. ممتاز. طيب في بقى نقطة أخيرة ولذيذة جدا هي الكريتيفيتي in decision making. كريتيفيتي يعني إيه؟ كريتيفيتي is the ability to produce novel and useful ideas. أنا عايز تطلع إيه؟ أفكار جديدة، أفكار جديدة مفيدة. إزاي؟ helps people to see problems others can't see. لما بتيجي بتفكر بكريتيفيتي بتفكر برا الصندوق، بتفكر بطريقة غير تقليدية، ده بيخليك تشوف مشاكل او الناس مش شايفاها، قبل ما تحصل مشكلة انت بتبقى تعرف تشوفها. better understand the problem، بتفهم المشكلة بطريقة افضل لان انت بتشوفها بطريقة مختلفة عن الطريقة التقليدية. identify all viable alternatives، تقدر تحدد كل البدائل المفيدة او الصحيحة، و identify alternatives that aren't readily apparent، وكمان البدائل اللي مش موجودة ده انت بتوجدها او بتبدأ تفكر في بدائل اساسا مش واضحة لبقية الناس. ده ال creative thinking او ال creativity في صنع القرار، ان انت تقدر تنتج افكار جديدة ومفيدة عشان تصنع القرار. في بقى 3 stage model of creativity، في ثلاث مراحل، تمام، ثلاث مراحل للcreativity في الorganizations. ايه هما؟ قال لي اول حاجة بتبدأ بالايه بال causes of creative behavior، ايه اساسا اللي بيخلق او اسباب وجود سلوك ابتكاري، يعني ان انت تكون شخص creative عندك السلوك الكرياتيفيتي. اول حاجه creative potential والcreative environment، ان الcreative potential ان يكون في اساسا
potentials يعني في عندك الاستعداد والمقدرة ان للكريتيفيتي، انت عندك طريقة التفكير ده موجودة مش تقليدي. والكرياتيف انفايرمنت ان البيئة المنظمة داخل المنظمة بتكون بتساعد على ايه؟ بتساعد على الكرياتيفيتي. طيب لو انا عندي الكوزز دي، عندي كرياتيف بوتنشال، عندي افراد عندهم استعداد ان هم يمارسوا الكرياتيفيتي، وعندي منظمة بيئة داخل المنظمة بتساعد على الكرياتيفيتي، يعني ايه؟ يعني ما بتمنعش الافكار الجديدة، يعني بتكافئ الناس على الافكار الجديدة، يعني بتعمل سيشنز زي برين ستورمينج وسيشنز بتجمع فيها كل الموظفين اللي عندهم وتقول لهم سمعوني افكاركم، فالبيئة اساسا بتشجع الكرياتيفيتي. طب ده هيعمل ايه؟ هيخلق كرياتيف بيهيفير. طيب الكرييتيف بيهيفير بيبقى عبارة عن ايه؟ problem formulation. هبدأ بقى ان انا افهم اشوف ايه المشكلة بشكل كرييتيف طبعا مختلف، بشوف ايه نواحي المشكلة، بجمع المعلومات عن المشكلة، ببدأ اشوف اطلع فكرة واقيمها، فكرة لحل المشكلة دي واقيمها. طب كل ده بطريقة ايه؟ بطريقة او بتفكير خارج الصندوق، خارج الصندوق بتفكير كرييتيف. انا ببدأ اجمع او اكون فكرة عن المشكلة ولكن بطريقة غير تقليدية، وبعدين بجمع كل المعلومات اللي انا محتاجها وبفسرها برضو بكرياتيفيتي. فببدأ اخلق عندي من التفسير للمشكلة، ببدأ اخلق عندي فكرة وبقيم الفكرة دي بشكل برضو كرياتيف عشان اوصل لايه؟ لقرار او لحل المشكلة. طب هيكون النتيجة ايه لما انا بعمل كده؟ لما انا عندي كرياتيف بيهيفير، كرييتيف بيهيفير بيتبع 4 خطوات زي ما اتفقنا، زي ما موجود عندنا قدامنا دلوقتي: problem formulation, information gathering, idea generation, idea evaluation. هينتج عنه ايه؟ هينتج عنه creative outcomes اللي هو ال innovation بقى، novelty وال usefulness، ان انت طلعت بفكرة جديدة والفكرة دي مش بس مجرد فكرة جديدة، ده كمان useful. useful يعني هتعود بالمنفعة على المنظمة او على النظام او على المشكلة اللي انت بتوجد لها حل دي. الفكرة اللي انت طلعت بيها او ال outcome ال creative ده هيعود بالايه؟ بالنفع. فال outcomes بتاعت ال creativity هتبقى novelty، انت وصلت الحل للمشكلة محدش وصله قبل كده، يعني فكرة جديدة، طلعت بفكرة جديدة وقرار جديد وحل جديد للمشكلة، وكمان الحل ده هيعود بالمنفعة سواء أرباح ماديا معنويا على المنظمة وعلى العاملين في حل المشكلة دي. يبقى هو ده ال3 مراحل اللي أنا بستخدمه في الكرياتيفيتي in organizations، الثري stage model. causes of creative behavior، إن لازم يكون في الأول أسباب لوجود creative behavior، وهو إن أنا يكون عندي ناس عندها potentials to be creatives، وعندي environment بتشجع encourage الإيه الكرياتيفيتي. وبعد كده الcreative behavior بيتم في مراحل: problem formulation, information gathering, idea generation, idea evaluation. عشان بينتج عنه ايه؟ الاوتكام اللي هو الانوفيشن. الانوفيشن انت بتوصل بقى لمنتج او لحاجه فعلا جديده مبتكره، حل ومفيده لايه؟ لجميع الاطراف المعنيين. ممتاز، تمام. احنا كده خلصنا الجزء بتاع الديسيجن ميكنج، وعرفنا فيه انه البرسبشن له تأثير كبير على ان انت اساسا تدرك بوجود مشكلة، وبالتالي طريقة بقى تجميعك للمعلومات وطريقة تحليلك وتفسيرك للمعلومات ده بيعتمد على بدرجة كبيرة على البرسبشن، على درجة وعيك. بعد كده قلنا list and explain the common decision biases or errors، اتكلمنا عن حوالي 8 اخطاء في الديسيجن ميكنج، او ممكن يبقوا زي التحيز او الايرورز، نخلي بالنا منهم. كونتراست ذا 3 ايثيكال ديسيجن كريتيريا، عرفنا ايه هي اللازم المعايير الاخلاقيه اللي لازم تكون موجوده وانا بصنع القرار: اليوتيليريان والرايتس والجاستس، العداله والمنفعه والحفاظ على الحقوق. وبعد كده عرفنا الكرياتيفيتي، define creativity and discuss the 3-stage model of creativity. احنا بكده هنكون خلصنا chapter 5 part 2 اللي كان بيتكلم عن decision making. ارجو ان انا ما كنش طولت عليكو، شكرا لكم سنة اولى، ويا رب الشرح ده يكون مفيد لكم، بالتوفيق لكم جميعا.